السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعاجيب الأحاديث المروية في البخاري ومسلم، يعني بيقول حتى السؤال المطروح: ما هو عدد النساء التي طاف عليهن سليمان في ليلة واحدة؟ مسلم بيقول: كان لسليمان 60 امرأة، فقال: لأطوفن عليهن الليلة، فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. ده رواه مسلم، ده ممكن يجي في امتحانات الثانوية العامة. 2، قال سليمان بن داود: نبي الله، لأطوفن الليلة على 70 امرأة. متفق عليه، يعني هنا البخاري ومسلم. مسلم كان شايف ان هم 60، وبعدين راح اتفق مع البخاري بعد كده ان هم 70، زود 10 من يزود. وبعدين قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 90 امرأة. رواه مسلم برضه، يعني مسلم اللي كان روى 60 وراح اتفق مع البخاري ان هم 70، راح تاني وروى ان هم 90. قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة ب100 امرأة. البخاري جاب من الاخر بقى، يعني ايه ب100 امرأة؟ كانوا الاول 60 وبعدين 70 ومين يزود بقى 90، وبعدين بقوا 100 امرأة. ده مثلا في البخاري ومسلم. ايه الفكرة؟ ايه مش مفهوم، مش مفهوم اصلا. طبعا ده تشم فيه رائحة الاسرائيليات وانت مستريح يعني، ولكن متفق عليه وموجود في البخاري وموجود في مسلم، فما تقدرش تتكلم. وبعدين تشوف بقى في البخاري من اعجبنا الاحاديث اللي تسمعها، يعني حديث عجيب جدا: بعد حدثنا كذا 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 عن انس بن مالك انه سمعه يقول: كان رسول الله يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت تفلي راسه، فنام رسول الله. وبعدين بعد شويه هنشوف هو نام وصحى وقال ايه. انما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عندها البيت وهي تحت عباده، يعني مرات عباده بن الصامت، وبعدين فضلت تفل راسه. طبعا هم يعني ازاي يا عم البخاري تقول لنا كده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل على حد ويخليها تفل راسه؟ ما تقولوا كلام حلو. فهم بقى بيشرحوا لنا بإبداعهم في كتاب الاستئذان فتح الباري شرح صحيح البخاري باب 42، بيبدع بقى، بيبدع على الحل، ايجاد حل لهذا المخرج، ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم واحده تفل راسه. يعني من ضمنها وجوازه، من ضمن فوائد الحديث العظيم اللي احنا سمعناه، النبي صلى الله عليه وسلم نام في حجر واحده كانت بتفل راسه، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك. يبقى من ضمن فوائد الحديث إن هي أطعمته، هي أطعمته وبعد كده فلت له راسه، فده من ضمن فوائد الحديث. وإباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها، لأن الأغلب الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل. ده فائدة جديدة إحنا ما كناش نعرفها، إن لما حد هيجي لها أجنبي، طبعا هي قال المرأة الأجنبية، لسه لحد دلوقتي ما حلش مشكل ازاي تكون اجنبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفلله راسه. انما بيقدم الاول فوائد الحديث، انه عرفنا ان من حق المراه ان هي تقدم لضيفها اكل تطعمه، وحتى لو كان من مال زوجها. وفيه ان الوكيل والمؤتمن اذا علم انه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله. ولا شك ان عباده كان يسره اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته له امراته. يعني عايز يقول هي مؤتمنه على مال عباده، ومع ذلك قدمت الاكل ده للنبي صلى الله عليه وسلم من ماله. فهنا عايز يقول لك ان هي رغم ان هي مؤتمنه على المال، بس عارفه ان عباده بن الصامت اللي هو زوجها هيوافق على هذا الامر، هيوافق على 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 ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ياكل من هذا الطعام، خلاص اوكي مفيش اي مشكله. فيبقى من حقك انت لو انت يعني وكيل عن واحد وعرفت ان انت تاكل من الطعام ده وهو مش هيبقى متضايق، اكل عادي. طيب وبعدين ولا شك ان عباده كان يسر ذلك، خلاص. وبعدين قالوا لا، ده عباده ما كانش اصلا متجوزه ساعتها لكن هنا بقى في مشكله هم وقعوا فيها اللي هو بيحلها بقى. وفي خدمه المراه
وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه. ده بقى هيحل لنا المشكلة، خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه. دي من ضمن فوائد الحديث. طبعا أنا ما بجيبش الكلام من عندي، ده فتح الباري شرح صحيح البخاري، واحد على 15 جزء 12، من واحد 15 جزء 12، صفحة 65 في كتاب الاستئذان، عشان يعني الكلام يكون واضح. ايه بقى بيقول هو بقى، هو طبعا استشكل بقى الحرج بقى ولازم يحل لنا المشكله دي. وقد اشكل هذا على جماعه، فقال ابن عبد البر اظن يعني راجل مش متاكد يعني، ان ام حرام ارضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او اختها ام سليم، فصارت كل منهما امه او خالته من الرضاعه. يعني الحل الاولاني ان هم تفتق ذهنهم على ان هم يبتكروا عشان يخرجوا البخاري من هذا المازق العجيب، ان هي كانت يعني كانت مرضعه للرسول عليه السلام او اختها، فتبقى خالته من الرضاعه. فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم ان ينال من محارم. موضوع بسيط خالص، عادي خالص، هي اخته من الرضاعه او امه من الرضاعه او خالته من الرضاعه، ف مفيش مشكله يعني عادي. انما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفلي ام حرام راسه لانها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته. شوف بقى هنا بقى الاولاني كان قال لا ده هي من الرضاعه بس عشان هي رضعته او اختها رضعته. هنا بقى جاب علم الانساب في الميتافيزيقا في الامبرياليه في التوسعيه كده بالظبط. لان ام عبد المطلب، ام عبد المطلب جده كانت من بني النجار. ما شاء الله ما شاء الله، الصراحه كده انا عرفت فعلا مدى القرابه، لان ام عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من باب النجار، باب النجار دي اللي هي خالاته يعني، بالزحمه كده بالكوم كده، كانك انت اصلا مثلا لو كانت طلعت بنت خالته ما ينفعش يتجوزها، كان لو طلعت بنت خالته ما ينفعش يتجوزها، كان هي تبقى قاعده من ايام جده لحد دلوقتي وهي خالته. يعني لازم تبقى تطلع بنت خالته، ما ينفعش تبقى خالته من 200 سنه وهو عنده مثلا ساعتها الحديث 60 سنه يعني. المهم قال ابن وهب ام حرام احدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه، فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي راسه. خلاص هو حللنا المشكله بدي. وجزم واحد اخر برضه ان هي كانت خاله لابيه او جده عبد المطلب. تخيل ان هي خاله لابيه او جده عبد المطلب. ام حرام مثلا كان عندها 300 سنه مثلا، ولسه بعد كده هتعيش بعد النبي عليه الصلاه والسلام، لان الحديث بيكمل ان هي لسه هتعيش لحد لما مش عارف المؤمنين يغزوا ايه ويعملوا ايه. وبعدين وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت ام سليم اخت امنه بنت وهب ام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعه. ده جاب لنا حل اخر مبتكر ان هي اخته. هنا بقى ابن العربي، وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال وقال غيره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما. ده بقى لا قال خالته ولا رضاعه ولا ما رضعش، انا بجيب لكم القول الفصل في الموضوع، يملك اربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال ويحتمل ان يكون ذلك قبل الحجاب، وورد بان ذلك كان بعد الحجاب جزما. يعني الراجل بيقول له لا 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 هو كده ما فيش فيها حل، هو جاب بعد الحجاب، ولكن دي ممكن تكون خصوصيه للنبي يعني وكذا. وبرضه راح تاني بعضهم قالوا ان هي خالاته تاني، ومن من من الخالات. ده طبعا كان حل المشكل بانه والله لا ام حرام لا هي خالته ولا هي كذا ولا كذا، هي ام حرام هي كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم من حقه يعمل كده لانه هو يملك اربه ويقدر يمسك نفسه، ما فيش اي مشكله يعني عن على انه يعني يقوم بهذا الفعل يعني. وكانه فكره المحرم تخليه برضه يدخل يعمل كده بالشكل ده بنفس الطريقه اللي هو بيها تفليه الراس. وبرضه هما مش عايزين يسكتوا ابدا عن فكره تفليه الراس، يوم قايلين لك حديث تاني برضه من اعاجيب الاحاديث المنسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم، انه مراته زينب كانت بتفلي له راسه والمهاجرات موجودين قدامه، ومرات عثمان بن عفان قاعدة وهي بتفلي راس النبي، كأن راس النبي ديت يعني شغالة كده، يعني النبي أصلا قاعد كده والستات جايين عند زينب مراته وبرضه قاعد تفلله راسه قدامهم. مش فاهم فكرة تفلية راس النبي صلى الله عليه وسلم كأن راسه فيها أمل يعني.
حللوا المشكل بقى انه والله دي بقى مراته ما يقدرش يتكلموا في حاجه تفلي زي ما هي عايزه يعني. فيعني اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.